المعنى يدش نبي قول مو قرسن خديجة انتي نولد رضي الله تعالى عنها رسول كني منا يا مولا كني رسول كني منا يا مولا كني مكو كدشو مدينة نواه وهجرودي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وسيدنا علما وعملا وبرامج كيني ضدك عقبرو وحلقة لباد وحنو تنك قبرهم من أبي الله تعالى خديجة رضي الله عنها سوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرح مغنى سيسلام كسدوقي مي يدمر سدوقي مي دمر كسدوق على دمر كارنت يكوي يلان كران وين لما لما إلا بان كان غن كرتا هدي قف كوكو تلا قرا إنه إسلام كوشقيه هذا بقى خديجة فضل جاي لحد وام حي أبو هريرة وحليه هاي أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بان النبي قوي ميت فقال يا رسول الله رسولك إلى هذه خديجة قد أتت خديجة يا كوسو صعتا معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب وحاني سيدا ويل وكتشرو إيدان عنتو أما عبيتان فإذا هي أتتك فقر عليها السلام من ربها هذا كوتي ماضو وحد قارسي سالان إلهي حقي سكتمد إلهي بس هو سلامي يا إلهي سيدوك لو حد قارسي سالان أنا قنا يجي قارسي جبريل بهالله يا كو سالان تكواد إلهي بقى صادري سيدوك لو جبريل نوع سلامي يا وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وحد قبو شاري ساقوري تنضع ولولة لا صخب وحبوق عن الله لا صخب فيه وحبوق ملها ولا نصب ميل قد علينا ماها يعني أي فضيلة هذه إن إلهي سلام سو قرسية وصو سلامه سيد وكلا وصو سلامه جبريل عليه السلام عائشة وحي لها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها وحي لها سانو قه هناسي خديجة قف دوما رأوك ولو نبقوا قبي كمان هناسين يدو آنان أرقى أنه سو قرسين سو قارين يعني ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها نبقى أدو شيك شيك تريبا لها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة وحال أركابي لها إنو نف قريبا كقاله دبا يتنوقو قويه ووحو هلبها قار كودو أدره خديجة ساحبة دهيت وفاق النبي كم مغني عليه الصلاة والسلام يدو خديجة لمتاي إن هذا ندتك ساحبك هاي خديجة إنو حرريو محو حررنا يا لأنو حاس كيس أي صاحبها هاي تدك لما أنت شوكا تلو ساميه فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا امرأة إلا خديجة وحابد مودا إن أنا دوه قفت مريبا صومرين آن خديجة حين معنى هنا ساكو كليفة عائشة رضي الله عنها فيقول نبي قوحورنش عليه الصلاة والسلام إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد سياسيه وكان يهيد وكان يهيد المعنى يدش نبي قول مو قرسن خديجة انتين ولد رضي الله تعالى عنها شخصية الله يابله ومواقف الله يابله أي يهيد خديجة سينو صوشقني ومن أهل الجنة مكان الواء سي ميش حجون الله يقانو حاليا إيكو أصنطه رضي الله تعالى عنها هذا هو تاريخ ذو ما هيكو شيء جسها خديجة انتينا تاو طلابين عائشة رضي الله عنها حديث غير كود وحكوا تلمام يسا إنه نبغو خديجة كشيء كي طب إذا تنا أنكوري إلى هيمتك خير بدل ما كوجو بدله نبغو جوت شوامي ما يجوم بدلين عندك خير بدل ما شرتو أيولي نبغو صلى الله عليه وسلم مواقف تيدو وحكمتها قف عقل بضم بيهت سأل الله وضع قرن أيو نبي صلى الله عليه وسلم سوى كل عبادة السنة غارو حراء أيا وحي كسود دقي منو فلينا هين قولين غار كوضوح مقرطاء وكتوب تصوى أخر دم مستشرقين أيا وحيوان نوع عاصة الشيقة لكن هو حكم تيران نبي سوى ميشو كل عبادة السنة عليه الصلاة والسلام سننا ماها طبعا إلا تقى غارو حراء قلت غار كوضو كل حيقيا دار كسا سنة ما نبي صلى الله عليه وسلم سأقول لك كل عبادة سنة سأل الله ذكرنا أيه أي تبريل ويمت طبعا تنا قصدي لقرنا يا رحمرتي إنه النبي صلى الله عليه وسلم لا اقرأ
آخري ودتني بقول عليه الصلاة والسلام أنا بقارئ وصدق حشير كل عديس قمر والباب وشري النبي عليه الصلاة والسلام مركود ميسن وكوري اقرأ باسم ربك الذي خلق هل كابحنا برارتشين لحين تذكر قارئ كود بابحنا دين تومدين وأمة تقرأ هذا الله ما يستر معها ما هو أمة تقرأ قرأته وأمة تقرأ باسم ربك الذي خلق ومذوي كل دوي وحبي آخرين لكن أمدينه مركي وحخري يسوع مركي وحفهم يسوع تقرأ باسم ربها لا تقرأ باسم الإنسان ولا باسم الشيطان معنى هذا محي يعني أمضى مسلم كي مركي وحخري يسوع علومته هديته علوم طبيعية يهديته هي علوم إنسانية وحي كذا حخري يسوع علوم الوحي هديك لا بير يجبد علين يعني كبحين علوم تاس سيدا ما تشرت ما دامه علوم تعيد هجيسة أي رجال بيت كيهين أي كان حير فرتين محي وحي إلهي سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم مركي وتشبيل سودا أي سقو أرجع حسوا كي جور جوي ميت وأكيد نبي صلى الله عليه وسلم خديش كوري ددا ولا ددا مركي عبسيدو أي كبا حضري واتي خديش ورئيستي وأكيد ورهماي طب يا ترى قدر لقد خشيت على نفسي والله نفتي إذا نبقى خديش عقل بدنتي هل كانك مغنيس وحي تقانا نبي صلى الله عليه وسلم وحيه وحي تقانا سنة إلهية الكونية سنة الكونية أي كرانة سمر كسا وحي لهذا كلا والله ما يخزيك الله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم ما دعيس نفتا ذو حد قبغة تماش ما شرته إنك لا تصل الرحم ومحو بقو بقنا هين خذي شو حي كرانة قفك دو أنا قسم إنه أبال كيسو نقانا في الدنيا والآخر ورك مكسوح لي إنك لا تصل الرحم نبي الله تذكرت قرابات الحريصة رحم كع آيات حريصة وتحمل الكل قفك إتال درنا واد قادة واد وحباد وترتا وتكسب المعدوم كيا وحباه يسنه وح أذوق ما كرتوا آيات أذوق بتا واتيسا وتقري الضيف مرتدنا واد صورتا ايه وحيس كل حريصة قفك وناقص صمينا يوم ينادي بكل عين صناع المعروف تقي مصارع السوء صناع المعروف تقي مصارع مصارع السوء خذي تعقل جيد لو تروتي سوق حسي وتي ورقة وكنتي وكيوش يا جي خديجة رضي الله تعالى عنها حوله دي ينفت دي ويود يقضي النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قوم أمراتك عيا عليه الصلاة والسلام هذا إنه هذين نهي مسلم دمر كينو النوعية كانت يدعوه كل يوم حي سكالني كمسار خديجة واتها رضي الله تعالى عنه إسلام خنسا سوقي مي بس كقارك قد بخونا دمر كا إسلام هو ملوك قرعة خديجة فضل قال الله شيء قبلك ينبغي صلى الله عليه وسلم مر البسوق وصيام يكالين تيدينا القرين هين يقيمها إلى الله marka wayna ogaatay qofay yani qofka muslimka waxaan leena muslimada yadan yado maskaxda qaar kood laga xaday wayna ogaatay islaamku dumar ka saas u qiimeynaya waxay gaarin in salaad ilaahay u soo diro subhanahu wa ta'ala fadliga ilaahay ugu deeqay iyo waxay shaqaysteen marka waxaan leenahay islaamku dumar ka waa qiimey kaalintaasna dumar ku way ka galeen hadaba hablahinu dadka ay tahay inay bilaansadaan waa kuwa waxay qiimaha ku yeesheen waa waxa ان صوت المعنى قيمه له ان لو غوين كرهي اي غاري ان الله سلام وسودرو سبحانه وتعالى وحنو باهنahay ان ددكينو اي ددكا بدحسدان دد ابهود غوبلماي اون معنى لهين او مقالده ميل لا سو دغايو يغو ددنيمدي كاتيغو خولا واي كااداي ان لو ديدو ما خديجه رضي الله تعالى عنها نبي صلى الله عليه وسلم مركي لو غدوميه حصار شعب أبي طالب سقي الصحابة دي يدد كي ربني هاشيمة كلا يقرب استاجي قيبة كلاهيت قدم كانوا يقولي شرت ولا قاعشات لبعت ضع إياه والكرك عادقنا ولا صمرت النبي صلى الله عليه وسلم دعوة النفط دي حوله دوا ويقول طاق ويقول داخل رضي الله تعالى عنها وحي الكذبة ويرمت رضي الله عنها ويرمت سنة كعدي ماتينا والله وذكرنا يا عام الحسن والو بحي يا ذي يا أبو طالب أبو طالب سنة كاسو بنتي وحيت السنة ساعة حنون كي يكون ربتي لمشادي خديجة رضي الله عنها يا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم يحنون كي كتكتي
dadkaani ku jira waa la tabay adigu maanta hadaa dhimato inanay kaalinta muslimiinta ugu jirta waa maxay dacwada maxaa u tartaa dadka muslimiinta maxaa ugu filan tahay qofka ibnaadankii waa bimawaqifihi bi'azmihi wa lahmihi maaha iyo muuqaalkiisa laftaada iyo hilibkaaga maaha iyo maryahaad xidhan tahay ee waxaad qiimo ku leedahay waxa weeyaan waxaad tartay إن شاء الله تدخل ضيدا تاريخ ذا ويسومرين إن شاء الله وأنا الهري دونا بيد الله تعالى خديجة وتلما خرجتا وحنيتها إن ندت كينا سوق جينا ندت كنا إنه برنور لأن يرد الله شيء إنه وقنا عيل إنه رجع دمر باء أنت بعد سنة يان ضد تافهينا أن معنا لهين أمريكا قاعد حرن أو مريم فرحمة أتكيا بس ضد كوال الميدة كمير خبا أنا حنا هين مجرد إن له حيسي فقط إن قنا حروبها هن هاي ندت كينا إن ندت horkeena una sheegno qiimaha ay lahayeen sida ay kula dambeeyay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh rasuulkeeni munnay mawla keenay maku ku dhasho madiina nawaa hijrode واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها